دخل لبنان بمرحلة استكشاف وإنتاج النفط بشباط 2018 نتيجة جهود كبيرة نذكر منها تأسيس غرفة البيانات والمعلومات لدراسة موارد لبنان البترولية والعمل جاري حالياً لتطوير هالدراسات وإنجاح المراحل البترولية المستقبلية. تأسست غرفة البيانات والمعلومات سنة 2011 ومبادرة من وزير الطاقة بوقتها ونحطها لثلاث أهداف رئيسية اللي عم تشتغل هلأ لتحقيقهم. أول هدف خلق أرشيف وطني لكل المعطيات البترولية والجيوفيزيائية والجيولوجية اللي ما كانت موجودة قبل، وهذا الشيء عم بتم تحديثه مع الوقت. الهدف الثاني هو تسويق ترويجي لجذب الشركات العالمية لتستثمر بزيارة هيدي غرفة البيانات والمعلومات والاستحصال على المعلومات المهمة للاستثمار. والهدف الثالث اللي هو رئيسي كمان هو دراسات والتحاليل هالبيانات والمعلومات الزلزلية اللي عنا إياها لتطوير معرفتنا عن نظام البترولي وخلق فرص نجاح أعلى باكتشاف تجاري بأسرع وقت ممكن. وبعد توقيع العقود العام الماضي مع شركة توتال وشركائها ببلوكين بحريين بلبنان صار في جهد مشترك وعم بيصير في اجتماعات تقنية مستمرة مع الفريق التقني من توتال اللي هو عم بيشتغل بنفسه بمكاتبه ونحن عم نشتغل كمان ونوحد الجهود بطريقة نوصل لاكتشاف تجاري بأسرع وقت. دراسة البيانات الجيولوجية لتحديد الأماكن الأفضل للحفر تتطلب وقت ودقة، والعمل جاري حالياً على تحليل هالبيانات بمركز توتال العلمي. بعد توقيع اتفاقيات استكشاف واستخراج النفط، تولت توتال بالتعاون مع شركائها إيناي نوفاتيك وبالتنسيق مع هيئة إدارة قطاع البترول معالجة البيانات الجيولوجية بمركز توتال العلمي بفرنسا اللي يعتبر من أهم المراكز بهالمجال. طبيعة لبنان الجيولوجية معقدة وهالشي بيتطلب دراسة دقيقة للبيانات من أجل تأمين أفضل الفرص لنجاح عملية الاستكشاف. مركز توتال العلمي والتقني مجهز بكمبيوتر عالي الأداء بيمكننا بمعالجة البيانات بسرعة ودقة عالية بفضل الاعتماد على أحدث التقنيات الجيوفيزيائية واستعمل بنجاح بحالات استكشاف مشابهة. بعد إتمام أول مرحلة بنجاح صار عنا صور جيوفيزيائية واضحة تمكننا من خلالها من تحديد أماكن الموارد المحتملة بشكل دقيق، والعمل حالياً جاري على تحديد أفضل موقع لحفر أول بئر استكشاف بالمياه اللبنانية.